ضوء أخضر من المعارضة الإسرائيلية لقبول المقترح الأمريكي حول غزة، ونتنياهو يقول إن شروط وقف الحرب لم تتغير. تناقض ردود فعل فصائل غزة من اقتراح بايدن، حماس ترحب والجهاد تقول إنه مريب. مصادر في الجيش السوداني تؤكد أنه سيطلق عملية عسكرية قريبة للسيطرة على مدينة الخرطوم بحري. المرافق الرئيسي للمرشد الإيراني يترشح لخلافة رئيسي، وقطع الكهرباء خلال إعلان ترشحه. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين إلى هذه الساعة الإخبارية من الحدث. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسك تل أبيب بالقضاء على القدرات العسكرية لحماس، مشددا على أن هذا الشرط مدرج في المقترح الإسرائيلي الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنجاز وقف دائم لإطلاق النار في غزة. وقال نتنياهو في بيان له إن شروط إسرائيل لإنهاء الحرب لم تتغير، وهي القضاء على قدرات حماس العسكرية وقدرتها على الحكم وتحرير كل الرهائن وضمان أن غزة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل. وتابع قائلا: بموجب المقترح ستواصل إسرائيل التمسك بتلبية هذه الشروط قبل أن يدخل وقف دائم لإطلاق النار حيز التنفيذ. قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إنه لا يمكن للحكومة أن تتجاهل خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، مضيفا أن هناك اتفاقا على الطاولة ويجب إبرامه. وأضاف لبيد على موقع إكس أن المعارضة الإسرائيلية ستدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اتفاق لاستعادة الرهائن إذا تعنت شركاؤه من اليمين المتطرف، بحسب منشوره. من جهتها قالت حركة الجهاد إنها تنظر بريبة إلى مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن غزة، معتبرة أن ما طرحه يوحي وكأن واشنطن قد غيرت من موقفها، في حين لا يزال واضحا ومعلنا انحيازها التام لإسرائيل على حد ما ورد في بيان الحركة. كما أوضحت أنها تقيم أي مقترحا وفق ما يضمن وقف حرب ما وصفتها بالإبادة ضد الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن مقترح الرئيس الأمريكي سيخضع للدراسة على أن تتخذ موقفا يضمن وقف ما سمته العدوان والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة. أما حركة حماس فأبدت استعدادها للتعامل بإيجابية مع أي مقترح على أساس وقف دائم للقتال وانسحاب إسرائيل من غزة إذا أعلنت إسرائيل التزامها الصريح به. كما أكد مصدر في الحركة أنهم ينتظرون من الوسطاء معرفة كافة تفاصيل المقترح الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي. يلا روح. على جبهة جنوب لبنان، أفادت مراسلة الحدث عن إسقاط حزب الله مسيرة إسرائيلية كانت تحلق فوق الأجواء اللبنانية الجنوبية. هذا وأقر الجيش الإسرائيلي بإسقاط طائرة مسيرة تابعة له فوق الأراضي اللبنانية، وقال إنه تم بصاروخ سطح جو. مثل شيء.
لا مش اعتراضي. لا 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 اعتراضي. لا معقوله مسيرة؟ لا مش اعتراضي مسيرة يا ويلع. مسيرة مسيرة ويلع. معقوله سلوية. هادي شو اسمه؟ والله يمكن بلا مسيرة. تعال شوف يا ميسي. فيديو عندي تاني ضربوها. بس مان شو لك الدخنة منين شفتهم؟ لك الدخنة منين؟ كلنا على الشمال. وبالحديث عن ما يحدث في الجبهة اللبنانية الجنوبية بين إسرائيل وحزب الله ينضم إلينا من بيروت مراسل الحدث محمود شكر. أهلا ومرحبا بك معنا محمود. ما هي آخر التطورات محمود؟ نعم، وتستمر الغارات الإسرائيلية منذ حوالي 20 دقيقة. كانت آخر غارة على بلدة الصدقين، وكان قد سبقها أيضا غارة على مزرعة الطويري التي هي بالقرب من دير كيفا. جغرافيا بمعناها العسكري، أي في البقعة التي سقطت فيها الهرمز 900 والتي وقعت بالقرب من مقر قيادة اليونيفيل التابع لمقر قيادة القوات الفرنسية العاملة والمؤقتة في جنوب لبنان، والتي أيضا تعرف بمقر القيادة العسكرية 901. هذه هي المرة الرابعة التي يسقط حزب الله فيها طائرة المسيرة هرمز. كان في آخر مرة في 6 نيسان، وهي تعتبر نخبة السلاح الإسرائيلي من حيث المراقبة والتنصت وتحويل الاتصالات. وكان لافتا إلى أنها جاءت في العمق اللبناني، بمعنى جغرافيا وميدانيا عن الجبهة تبتعد خط نار عن الخط الأزرق 20 كيلو متر، وتبتعد تعرجيا على الأرض بالطرقات المواصلات ب30 كيلو متر. الغارات التي جاءت في الليل جاء الرد عليها من حزب الله بهذا الإسقاط الذي يعتبر تطورا عسكري مهم في مسألة الدفاع الجوي، إن كان من جهة حزب الله باتجاه إسرائيل أو أيضا من الجانب الإسرائيلي الذي أعلن إلى أنه يقوم بالتحقيق في ملابسات إسقاط هذه الطائرة، والتي كما أشرت إلى أنها جاءت بصاروخ أرض جو. وكان أيضا ليلا قد سبق ذلك سلسلة من الغارات العنيفة التي جاءت في العمق والتي استهدفت عدة بلدات، منها عدلون ومنها حوميمين ومنها عين قانا. وحزب الله نعى في هذا النهار عنصرين من مقاتليه، بالإضافة أيضا إلى عدد من الضحايا المدنيين الذين سقطوا امرأة متقدمة في السن في بلدة عدلون، بالإضافة إلى عدد من الجرحى. نعم، اسمح لي محمود أن أيضا أرحب بمراسلة الحدث من القدس لانا كلغاصي. أهلا ومرحبا بك معنا لانا. ما هي تداعيات وتفاعلات إعلان المقترح الإسرائيلي الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن؟ كان هناك ردود فعل مختلفة، كيف يتفاعل هذا النبأ في إسرائيل؟ كان هناك ردا فوريا من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه يعني لا يريد وقف الحرب في قطاع غزة مقابل هذه الصفقة، وبالتالي الشروط التي وضعها الرئيس الأمريكي على العلن على ما يبدو لا ترضي الجانب الإسرائيلي وتحديدا بنيامين نتنياهو والأطراف اليمينية. الأطراف اليمينية تؤيد استمرار العمليات العسكرية وتحقيق الأهداف حتى نهايتها، وهي الأهداف التي يعني تعودنا على سماعها مرارا وتكرارا بالحقيقة، القضاء على القدرات العسكرية لدى حركة حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين على ما يبدو ليس صفقة لتبادل أسرى وإنما عمليات عسكرية. ولكن الشارع الإسرائيلي من ناحية أخرى يغضبه هذه التصريحات، خاصة بأن العمليات العسكرية لا تنجح بإعادة الأسرى الإسرائيليين أحياء إلى إسرائيل. في الأيام
الأيام الأخيرة الجيش الإسرائيلي والناطق باسم الجيش أعلن إعادة 7 من جثث للأسرى الإسرائيليين من المناطق الشمالية من منطقة جباليا تحديدا. اليوم فقط قبل قليل سوف يكون هناك مظاهرة حاشدة، الآلاف من الإسرائيليين سوف يتظاهرون مرة أخرى للمطالبة بالتوجه إلى صفقة فورية لتبادل الأسرى في تل أبيب. نعم محمود، وصفت في إجابتك الأولى بأنه هذا يعتبر، ما حدث طبعا يعتبر تطور من كلا الجانبين، هل هذا ما زال مستمرا اليوم أم عادت الأمور إذا صح التعبير لتأخذ منحى أكثر هدوءا؟ الأمور بطبيعة الحال هي تذهب إلى التصعيد، وخاصة ما بعد إسقاط نوع من هكذا مسيرات. الإسرائيلي تعود عليه في الفترات الماضية إلى أنه يقوم بعدد من الغارات، وتحديدا إلى العمق اللبناني، وتحديدا أيضا إلى ما يعرف بمكاتب التابعة لقيادة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله أو أيضا للمسيرات، الذي جرى من حيث مفهومه العسكري. تعتبر هذه الطائرة الثانية في نخبة سلاح الجو الإسرائيلي، هي تطير لمدة حوالي 40 ساعة على علو مرتفع لحوالي 35,000 قدم، مسلحة بصواريخ جو جو وجو أرض، تقوم بعمليات تكتيكية من مراقبة وتحويل الاتصالات. وهذه مسألة بغاية الخطورة والأهمية، بمعنى إلى أنها تراقب كل ما يدب على الأرض، تأخذ الاتصالات وترسلها بعد ذلك إلى غرفة العمليات، وتنفذ غرف العمليات بطائرات أخرى عمليات الاستهداف الذي نشاهدها إن كان باتجاه المسيرات أو باتجاه المنازل. لذلك ستكون هنالك ليلة على تقدير أقله ساخن من حيث الغارات. أنت تتحدث بالذي تتوقعه محمود، أنا أسأل الآن يعني في الساعات الماضية والآن. نعم. أنت تتوقع نعم. بأن التصعيد قادم؟ نعم، التصعيد قادم والتصعيد حاصل، وهو ما جرى خلال الغارات التي أشرت إليها معك، إن كان منذ 20 دقيقة باتجاه صديقين أو أيضا باتجاه الطويري، استهدف بكآب على جانب الطريق وشهدت أعمدة النار في داخله، والطويري هي مزرعة بالقرب من دير كيفة. عسكريا نعلم إلى أنه ما أن تسقط أي طائرة عسكرية إسرائيلية يقوم الطيران الإسرائيلي بعد ذلك بعمليات قصف لبقع التي سقطت فيها، حتى لا يستفيد حزب الله من أي قطعة من هذه الطيارة في عمليات التحليل الميداني أو أيضا في العلم السبراني. لانا، كيف تناول الإعلام الإسرائيلي التباين في ردود الفعل حول المقترح، سواء المعارضة أو اليمين المتطرف؟ ما هي القراءات إعلاميا؟ بطبيعة الحال الجانب الإسرائيلي يعني يروي الجانبان، من ناحية يتحدث عن قرارات أو تصريحات بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، هناك انتقادات لبعض من التصريحات خاصة من اليمين المتطرف. المعارضة الإسرائيلية حتى في الأسابيع الماضية كانت تحاول وضع خطة معينة حتى للإطاحة ببنيامين نتنياهو وهذه الحكومة والتوجه إلى يعني انتخابات مبكرة. 70% من الإسرائيليين حسب استطلاع رأي يؤيد دون أيضا التوجه إلى انتخابات مبكرة، سواء الآن أو حتى بعد انتهاء الحرب. لكن مستشار الأمن القومي أيضا في تصريحاته في الأيام الأخيرة تحدث بأن القوات الإسرائيلية تحتاج 7 أشهر إضافية من العمليات العسكرية، سواء في المناطق الشمالية أو حتى الوسطى والمناطق الجنوبية. هذه التصريحات أيضا أغضبت الشارع الإسرائيلي، والإعلام الإسرائيلي يقوم بتغطية المظاهرات بشكل مستمر. اليوم كما تحدثنا سوف يكون هناك الآلاف أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية للمطالبة بالتوجه إلى صفقة لتبادل الأسرى. شكرا جزيلا لك من القدس، كنت معنا مراسلة الحدث لانا كلغاصي، والشكر أيضا لمراسل الحدث من بيروت محمود شكر. شكرا. ولمعرفة المزيد عن أبرز ما تضمنه اقتراح الرئيس الأمريكي بشأن وقف الحرب في غزة والذي يشمل 3 مراحل، ننتقل للزميل طوني مزرعاني. مشاهدينا، مع استمرار الضغوط المتزايدة على الولايات المتحدة بسبب دعمها لإسرائيل في حربها على غزة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مقترحا إسرائيليا من 3 مراحل بشأن الحرب بين حماس وإسرائيل، إذ أن الاقتراح تطابق بشكل تقريبي مع اقتراح إن كانت حماس قد قبلته سابقا. إذن أبرز ما تضمنه المقترح الإسرائيلي الذي أعلنه بايدن: المرحلة الأولى تستمر 6 أسابيع وستشمل
وقف إطلاق النار على نحو كامل وشامل، الإفراج عن عدد محدود من الرهائن بينهم كبار السن والجرحى مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين، انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، إضافة لإجراء محادثات بين إسرائيل وحماس للوصول إلى المرحلة التالية من الاقتراح. أما المرحلة الثانية بحسب بايدن في حال استغرقت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع من المرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات، وأيضا إطلاق سراح جميع الرهائن والانسحاب الإسرائيلي الكامل، إضافة إلى أن أمريكا وقطر ومصر ستضمن استمرار المحادثات للتوصل إلى جميع الاتفاقات. ووفقا لبايدن، طالما أوفت حماس بالتزاماتها فإن وقف إطلاق النار المؤقت سيصبح بشكل دائم. أما المرحلة الثالثة تشمل إعادة الأعمار الكبرى في غزة، وأن الدول العربية والمجتمع الدولي سيشاركان أيضا في صفقة إعادة الأعمار وإعادة أي رفات أخيرة للرهائن الذين قتلوا إلى عائلتهم. وأخيرا وفقا لبايدن، عدم السماح لحركة حماس بإعادة التسلح. معنا من القاهرة الكاتب الصحفي والمتخصص في الشؤون الإقليمية صبري سعيد، أهلا ومرحبا بك معنا سيد صبري. استمعنا يوم أمس لهذا المقترح جاء على لسان بايدن، والذي رآه البعض مختلف من حيث الطرح بهذه التفاصيل وهذا الوضوح، وهذا لم نعتد عليه من الولايات المتحدة الأمريكية. هل هذا يدل على أن تغيرا حاصلا ستشهده الأيام القادمة من حيث الضغط الأمريكي والالتزام الإسرائيلي بهذا المقترح؟ تحياتي لحضرتك أولا. أهلا. في حقيقة الأمر، ما طرحه السيد بايدن في هذه المبادرة أول ما تؤكد عليه هو فكرة عدم التماهي الإدارة الأمريكية مع قوى الحرب في إسرائيل بزعامة السيد نتنياهو وقوى اليمين المتشدد. أراد السيد بايدن، سواء كانت المبادرة بالتنسيق مع أحد الأطراف الإسرائيلية حتى ولو نتنياهو نفسه أو أحد القيادات الإسرائيلية، أو كانت المبادرة من تلقاء الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، أو من ذهنية السيد بايدن، خاصة ونحن ندرك أن أسهمه في الانتخابات القادمة تتضاءل يوما بعد يوم، وأحد أسباب هذا التدهور في هو موقفه المتماهي منذ 7 أكتوبر مع الإدارة الإسرائيلية وقوى الحرب في إسرائيل. إذن المبادرة في حد ذاتها ليست فاصلة، الفيصل أن تكون هناك أدوات وأليات لتنفيذها على أرض الواقع. وفي حقيقة الأمر كان من أوائل ردود الفعل، كما منذ أمس أول رد فعل كان للسيد نتنياهو وهو رفضه لهذه المبادرة، وأيضا تكراره فكرة القضاء على حماس ناس. الحقيقة الأمر اللي حتى هذه اللحظة حتى السيد نتنياهو نفسه ما حطش أليات لكيفية القضاء على حماس، يعني طوال هذه 7-8 شهور فكرة القضاء على حماس إزاي غير عبر جثث من المدنيين. فهذه المبادرة، وهذا ما يجعل ربما سيد صبري صوت المعارضة في إسرائيل واضحا وقد يبدو عاليا في لهجته بشكل مختلف عن الفترة السابقة. لاحظنا بأن تباين المواقف كردة فعل من الجانبين بدت واضحة، يعني حماس كان لها رأي مرحب، الجهاد كان لها رأي وصف المقترح بالمريب، وأيضا شهدنا في الجانب الإسرائيلي ترحيب من جانب المعارضة أو تأييد ورفض من نتنياهو حكومته اليمينية. هل هذا يعني بأننا من الممكن أن نجد تعثرات مستقبلية من جراء هذه التصريحات؟ هل هذا وارد؟ في حقيقة الأمر طبعا وارد، ولكن على أرض الواقع أيضا، لأننا ندرك أن غدا إن شاء الله في اجتماع من الجانب الأمريكي مع الجانب المصري وأظن مع الجانب الإسرائيلي لوضع هذه المبادرة، كيفية وضع هذه المبادرة إلى حيز التنفيذ الواقعي. إنما دعونا نتحدث عن عدم تزايد قوى الحرب بين الجانبين، وأن يكون صوت العقل في فكرة إعادة المفاوضات مرة أخرى، وهذا ما كان الحقيقة تبذله بعض القيادات في المنطقة
في سواء القيادة المصرية أو القطرية وبعض قيادات الدول العربية الأخرى في طوال مراحل السابقة في محاولة إعادة فكرة المفاوضات بين الطرفين. كان هناك تعنت في فترة معينة من جانب حركة حماس وتعنت آخر في فترة أخرى من جانب نتنياهو. أنا الأوان أن تكون هذه المبادرة مجرد بداية لطرح آليات طوال الفترة القادمة، مش لما أشارت المبادرة نفسها في 6 أسابيع الأولى، ولكن بشرط أن تتوافر نوايا التفاوض ولا تتوافر وتتزايد قوى الحرب بين الجانبين. نعم حماس رحبت من حيث المبدأ، ولكن حركة الجهاد الإسلامي كان لها تحفظات وأشارت للمبادرة أو وصفتها بالمريبة. وأنا لا أرى في هذه المبادرة لا ريبة ولا غيرها، هي مبادرة شكلية، لكن التأكيد على مضمونها أن يكون واقعيا الشرط الرئيسي فيه هو كيفية تحويل هذه الأفكار العامة، هذا التصور العام، إلى محاولة تنفيذه على أرض الواقع. ولن ينفذ ولم تنفذ هذه المبادرة بألياتها المختلفة التي من الممكن أن تتم إلا بتوافر نوايا الطرفين في إقامة فعلا هدنة حقيقية وإنقاذ الشعب الفلسطيني سيد صبري، وعدم تصفية القضية الفلسطينية من جانب الطرفين. تتحدث عن النوايا، نوايا حقيقية، يفترض وفقا لما نسمعه من تصريحات بأنه بعض الأطراف لا تريد، الأطراف المعنية يعني من الجانب الإسرائيلي البعض منها لا تريد إنهاء هذه الحرب الآن تحديدا، ربما لها مآرب بإطالة أمدها. ولكن اليوم هل اختلف وضع وطبيعة الضغوط الدولية التي من الممكن أن تمارس على كلا الطرفين؟ وهنا ربما نتحدث إذا ما كان الموقف مفائل أو لا، إذا ما تغيرت المواقف الدولية وكان هناك زخما لم نشهده من قبل وجدية ربما كان ينقصها بعض الدفع والحوافز من المجتمع الدولي بشكل عام. نعم نعم نعم، هذه المبادرة بالفعل قد تكون هي الكاتاليست، هي المفجر لحركة التصاعد قوى الحرب خاصة من الجانب الإسرائيلي. نعم هناك الآن بعد هذه المبادرة هناك اتجاهات عالمية حتى على مستوى المجتمعات المدنية، تزايد عدد المظاهرات في الشوارع سواء الأوروبية أو الأمريكية، دفع الآن فكرة نتنياهو الذي كان يحاول أن يتفادى الانتخابات المبكرة وأن يكون خاضعا من قوى الحرب اليمينية المتشددة حتى أمام القوى الأمنية التي تحاول قدر الإمكان أن تعود المفاوضات، لأنها ترى على أرض الواقع أن أهداف نتنياهو الاستراتيجية غير قابلة للتحقق طوال هذه الفترة. فكرة القضاء على حماس لم تتم حتى الآن، والبحث عن الأسرى عندما يبحثون عنهم كما أشارت الزميلة هم يأخذونهم جثث، وبالتالي فالهدف الرئيسي الذي بمقتضاه يحاول نتنياهو أن يبيع برنامجه الانتخابي وأن يستمر في هذه الحكومة المتطرفة بقى بالفشل. إضافة إلى ذلك أن هذه المبادرة كما أشرت في الأول أن السيد بايدن لا يريد أن يكون متماهيا كل التماهي كما سبق أمام الضغوطات الانتخابية داخل المجتمع الأمريكي، ويريد أيضا غسيل سمعته ويده مما حدث طوال 7 شهور. والآن بيطرح هذه المبادرة بين قوسين، سواء اشترك معه بعض الأطراف الإسرائيلية أو لم تشترك، إنما في حد ذات هذه المبادرة هي مفجر لهذا الوضع، وستكون كما أشرت مش بس النوايا، ستكون هناك مسؤولية لنتنياهو أمام شعبه وأمام دول العالم. أشكرك. وأيضا حركة حماس ستكون مسؤولة إذا كانت هذه المبادرة بالفعل قادرة على أن تتحرك بأرجل حقيقية وليست في فراغ، أتصور أنها ستكون بالفعل محفزة لكل الأطراف. أشكرك. لإعادة فكرة التفاوض وإعادة فكرة التسويات السياسية. من القاهرة كنت معنا الكاتب الصحفي والمتخصص في الشؤون الإقليمية صبري سعيد، شكرا جزيلا سيد صبري. أعلن أموس هوكستين كبير مستشاري الرئيس الأمريكي أن اتفاقا لترسيم الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان يتم تنفيذه على مراحل قد يخفف من الصراع الدامي بين البلدين. هوكستين وفي مقابلة مع مؤسسة كارنيجي للسلام قال إنه لا يتوقع السلام الدائم بين حزب الله وإسرائيل، إلا أنه أشار إلى أن إقامة حدود معترف بها لأول مرة بين البلدين ستقطع شوطا طويلا. وأضاف أن المرحلة
الشروط الأولى من الاتفاق تكمن في السماح لسكان شمال إسرائيل وجنوب لبنان بالعودة إلى منازلهم. وعن تلك المرحلة قال هوكستين: بوجوب تعزيز القوات المسلحة اللبنانية ومنح لبنان حزمة اقتصادية، معتبرا أن المرحلة الأخيرة ستكون عند التوقيع على الاتفاق. هوكستين وإذا اعتبر أن الاستقرار في لبنان سيساعد على تقليص نفوذ إيران، أكد أن الهدف هو الوصول إلى اتفاق، وقد يكون ذلك وفق تعبيره مرتبطا بتطورات الحرب في غزة، وقد لا يكون. النشرة مستمرة وفيها أيضا استمرار النزوح الجماعي من الفاشر، ماذا لو قيل لك أنك تعايش الآن أحداثا لم ترها البشرية من قبل، أخبارا غيرت مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصا وحكايا. احنا اليوم في نكلة ثالثة، تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك إنك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها أثر على أجيال قادمة لعشرات السنين؟ أنت الآن تتابع الأخبار، تشاهد أحداثاً عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه. الدقة، الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى، ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائما في قلب الأحداث بحثاً عن الكلمة والمعلومة. نحن هنا لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية. الحدث، حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة. نشر الجيش السوداني صورا جديدة لعناصره في جسر الحلفية الاستراتيجي الرابط بين أمدرمان والخرطوم بحري، وقالت مصادر عسكرية أن الجيش سيطلق عملية للسيطرة الكاملة على مدينة الخرطوم بحري خلال أيام. وكان الجيش شن عملية نوعية تركزت على جسر الحلفية كتمهيد لعملية عسكرية كبيرة مقبلة للسيطرة على المدينة وفتح خطوط إمداد لمعسكري سلاح الإشارة وحطاب. من داخل كوبري الحلفاية بحري، سيطرة تامة. وهذا مباغة وفكر عادي. أحسن. لوات المسلحة السودانية اليوم كم يا فدائي؟ الليلة يوم 31 جمعة، الجمعة 2024 بحري آمنة. في دارفور أفاد مراسل الحدث باستمرار حركة النزوح الجماعي للمواطنين من مدينة الفاشر عاصمة الإقليم، حيث يستمر القتال بين قوات الجيش السوداني والقوات المشتركة لقوات لحركات الكفاح المسلح من جهة وقوات الدعم السريع من الجهة الأخرى. وأفاد مراسل الحدث أن حركة النزوح المستمرة تجاه ولايات جنوب وشرق دارفور بسبب استمرار الاشتباكات والقصف العشوائي الذي تتعرض له المناطق المدنية المأهولة
بالسكان. هذا وقال شهود عيان إن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة تجددت بين الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع في الأجزاء الجنوبية والشرقية من مدينة الفاشر، وسمع دوي انفجارات قوية وتبادل لإطلاق النار جنوب وشرق المدينة مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان. ونوه مصدر محلي سوداني إلى أن شبكات الاتصال والإنترنت غير متوفرة في معظم أنحاء الفاشر مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي، وأضاف أن موجات النزوح من مدينة الفاشر تتزايد بشكل يومي جراء المعارك هناك، حيث يضطر المواطنون إلى استخدام الدواب وبعضهم راجلين في رحلات الخروج من المدينة. وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن القتال في الفاشر قد أدى إلى فرض ضغوط لا تطاق على مئات الآلاف من السكان وعلى الموارد الضئيلة في المدينة. من أم درمان معنا الصحفي في مكتب الحدث في السودان شهدي نادر، وأيضا من إقليم دارفور ينضم إلينا مراسل الحدث صالح أبو علامة. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك صالح، كيف هي الأجواء لهذا اليوم، التطورات، وأيضا لو تطلعنا أيضا على حركة النزوح؟ نعم، بعد يومين من الهدوء رشا في مدينة الفاشر تجددت المعارك مرة أخرى اليوم هنا بين الجيش مسنود بحركات الكفاح المسلح متمثلة في القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح وبين قوات الدعم السريع في الجهة الجنوبية والشمالية لمدينة الفاشر. حتى هذه اللحظات المعارك مستمرة. بعض المقاطع التي نشرتها قوات الدعم السريع قالت بأن المعارك تجري الآن في حي الوحدة بمدينة الفاشر شمالي مدينة الفاشر. هذه المعارك تدور في مناطق الأحياء هذه، ألحقت أيضا أضرار كبيرة بالمواطنين جراء تساقط القذائف وأيضا جراء تساقط الرصاص على هذه الأحياء. كان صباح اليوم أيضا هنالك تبادل للقصف المدفعي بين الجيش وقوات الدعم السريع في الجهة الشمالية لمدينة الفاشر. احتدام المعارك في مدينة الفاشر أدى إلى موجة نزوح كبيرة للمواطنين. شاهدنا عدد من المقاطع وعدد من الصور التي فيها خرجت أعداد كبيرة من مواطنين مدينة الفاشر إلى جهة طويلة وإلى جهة أيضا محلية شرق جبل مرة وإلى جهة الطويشة وإلى عدد من المواقع الآمنة. خرجوا على ظهر الدواب وأيضا على ظهر السيارات الكبيرة اللواري. هنالك أعداد كبيرة، بالأمس وصل ما يقارب 5000 نازح من مدينة الفاشر إلى محلية ديربات حاضرة محلية شرق جبل مرة، وهذه هي مناطق سيطرة قوات عبد الواحد محمد نور حركة جيش تحرير السودان. ما زالت عمليات النزوح مستمرة مع احتدام المعارك داخل مدينة الفاشر. أيضا المعارك فاقمت من الأوضاع الإنسانية داخل مدينة الفاشر، هنالك انقطاع تام لشبكات الاتصالات حتى هذه اللحظة، هنالك صعوبة أيضا في الحصول على المياه، صعوبة أيضا في التسوق، وتزداد معاناة المواطنين يوم بعد يوم. المستشفى الجنوبي أيضا تعرض لقصف، هو المستشفى الوحيد الذي يعالج الجرحى من المواطنين داخل مدينة الفاشر. هنالك مستشفى سيد الشهداء تم افتتاحه، ولكنه مركز صغير بني بالجهد المحلي وبإشراف وزارة الصحة في ولاية شمال دارفور. تستمر الأوضاع في مدينة الفاشر في التصاعد، استمرار التصاعد هذا ما زال يفاقم من الأوضاع الإنسانية ويزيد أيضا من موجات النزوح التي تزداد يوم بعد يوم. نعم شهدي، كيف هو المشهد اليوم والخريطة العسكرية بشكل عام في كل الجبهات في الخرطوم، وهل هناك من جبهة تعتبر أكثر سخونة من غيرها؟ آه
نعم رشا، لربما ارتفاع درجة الحرارة منذ صباح هذا اليوم، الارتفاع الكبير في درجات الحرارة هو السيما الأبرز لما تشهده العاصمة السودانية الخرطوم، التي تشهد جبهات قتالها المختلفة حالة هدوء بعد العملية المباغتة والمفاجئة التي بدأها الجيش والتي نفذها الجيش السوداني بعبوره لجسر الحلفاية الرابط ما بين مدينتي أم درمان والخرطوم بحري، وصوله إلى محيط منطقة الحلفاية وانتشاره في شارع مور وأيضا في مطري الحلفاية، في عملية استمرت لزهاء العشر ساعات حبس فيها سكان مناطق شمال مدينة أم درمان والمناطق المتاخمة لنهر النيل أنفاسهم إثر التساقط الغذائي بشكل عشوائي من مدينة بحر المنطلقة من مدينة بحر مناطق تواجد قوات الدعم السريع، كذلك الرصاص الذي تطاير في عدد من المناطق هنا ما قاد لوقوع إصابات وأيضا أدى إلى خلو شبه تام للشوارع من المارة، حيث توقفت الحركة لفترة تجاوزت العشرة ساعات، ولكن عاد الهدوء إلى هذه المنطقة التي تعد هي من مناطق شمال مدينة بحري، وهذا الشمال الذي يبدأ من منطقة الحلفاية ويمتد حتى منطقة الجيلي مصفات الجيلي، هذه المناطق التي هي لا تهدأ في الغالب، منذ حوالي شهرين ظلت محل اشتباكات بشكل متواصل، ظلت محل استهداف من جانب الجيش لتجمعات ومواقع قوات الدعم السريع. يوم أمس بنهاية هذه العملية أعلنت القوات المسلحة عبر ناطقها الرسمي بأن هذه العملية النوعية قد أدت أهدافها بوصولها إلى عمق مناطق قوات الدعم السريع. خلال ساعات هذا أو منذ صباح هذا اليوم اختفت أصوات القصف المدفعي الذي كان متواصل بشكل متقطع متجه نحو مدينة بحري وأيضا نحو مدينة الخرطوم. لا يفوتني كذلك أن أشير إلى أيضا حالة هدوء تخيم على المحور الغربي، وهنا يعني منطقة أم بدة التي أحرز فيها كذلك الجيش السوداني تقدم في واحد من المحاور، تقدم كبير، تقدم ملحوظ في المحور الشمالي عفوا لمنطقة أم بدة بدخوله لعدد من الأحياء في هذه المناطق، ولكن خلال ساعات هذا اليوم أو منذ صباح هذا اليوم لم نشهد أي عمليات عسكرية، لم نشهد أي مناوشات، وكذلك قابت أصوات إطلاق النار التي كانت مسموعة في هذا المحور. شكرا جزيلا لك من أم درمان، كنت معنا الصحفي في مكتب الحدث في السودان شهد نادر، والشكر أيضا للمراسل الحدث من إقليم دارفور صالح أبو علامة، شكرا جزيلا. ظهر العضو البارز في مكتب المرشد ومرافقه وحيد حقانيان في اليوم الثالث من تسجيل المرشحين للفترة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية، حيث تداولت وسائل الإعلام لحظة تسجيل وحيد حقانيان المعروف بلقب الجنرال وحيد لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية. يذكر أن وحيد حقانيان كان يرافق المرشد في معظم زياراته وفي الكثير من المراسم التي يشارك فيها. وبشكل مفاجئ انقطعت الكهرباء بعد أن ألقى مرافق المرشد الإيراني وحيد حقانيان كلمته التي أكد بها أن ترشحه للانتخابات جاء انطلاقا من قرار شخصي. فرهنگ‌های متفاوت
أديان مذاهب. من طهران ينضم إلينا مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صادقيان. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور محمد. يعني موضوع الانقطاع الكهرباء وتداوله بهذه الطريقة، هل انقطعت أم قطعت؟ وإذا كان هناك يعني أي فعلا علاقة كردة فعل، من الممكن أن تقرأ كردة فعل أو تعليق على هذا الترشح بداية؟ تحية لك وللمشاهدين. أنا أعتقد بأنها كان عمل يعني انقطاع التيار الكهربائي كان طبيعيا، لأنه السيد حقانيان وحيد حقانيان على الرغم من أنه هو المرافق الأقدم للمرشد الإيراني السيد علي خامنئي، وهو كان سابقا الآن هو ليس مرافق للمرشد، أنا أعتقد بأنه لا يمثل جهة سياسية، وبالتالي فعلا هو قال بأنه لم يناقش أحد، لا يمثل أحد، وبالتالي أنا أعتقد هذا هو الواقع، لأنه لا أعتقد أيضا لديه حظوظ في الفوز أيضا، لأنه لا ينتمي إلى أي جهة، لم تدعمه أي جهة لا أصولية ولا إصلاحية. هو شيء لافت أنه تقدم للترشح في الانتخابات، لكني لا أعتقد بأنه لديه حظوظ عالية أو أنه مهم في المشهد الانتخابي الرئاسي حاليا. إذا لم يكن له حظوظ وهو يوصف بأنه اليد اليمنى للمرشد، هل كان يعني من الضروري أن يتم طرح الاسم من الأصل إذا كان ليس له حظوظا ولا معنى لهذا الترشح وهو موضوع شخصي كما قال، قرار شخصي؟ هذا صحيح. أنا يعني ذكرت بأنه هو ليس حاليا مرافق للمرشد، هو خرج من مكتب المرشد لأسباب لم يعلن عنها، وبالتالي هو أيضا لم يمارس العمل الحكومي التنفيذي الإجرائي، هو كان مرافق للرئيس الإيراني الأسبق الراحل هاشمي رفسنجاني، وكان في الرئاسة الإيرانية يمثل الجهاز الأمني بالرئاسة الإيرانية في عهد هاشمي رفسنجاني، وبعد ذلك انتقل إلى بيت المرشد كجهاز أمني ومرافق أقدم للمرشد، وبالتالي لا أعتقد بأنه حتى هو يملك خبرة تنفيذية، لأن القانون يشترط في أن يكون لديه خبرة في العمل الحكومي التنفيذي في وزارة معينة في مهمة إجرائية. الرجل لا يمتلك مثل هذه الخلفية، وبالتالي أنا لا أعتقد بأنه شيء مهم. يعني حتى بالوسط السياسي الإيراني لم يأخذ ترشحه حائزا مهما كما أخذ مثلا رئيس بلدية طهران اليوم علي رضا زاكاني، ربما هو كان الأكثر الأضواء توجهت إلى زاكاني أكثر من وحيديان. يعني من الممكن أن إذا لم يكن ترشحه بعينه مهما، هل من الممكن أن يقرأ أو أن يكون لإحداث نوع من التوازنات في المشهد، مشهد المرشحين بشكل عام؟ هل هذا ممكن؟ نعم هذا ممكن، يعني إلى هذا الحد ممكن، لكن دعينا نقول بأن هناك يعني المرشحين الظل هم كثر، وبالتالي يعني وحيد هذا الجنرال وحيد هو لا يمثل جهة سياسية ولا تدعمه جهة أخرى. مثلا عندنا الآن عند التيار الأصولي سواء كان المتشدد تحديدا، عندنا سعيد جليليان اليوم ترشح علي رضا زاكاني رئيس بلدية طهران، وربما يترشح شخص آخر من الأصوليين المتجددين، وبالتالي أنا حتى لا أعتقد بأن مجلس صيانة الدستور سوف يوافق على الجنرال الوحيد أنه يكون ضمن المرشحين الخمسة أو السبعة الذين سوف يخوضون السباق الانتخابي في 28 من حزيران يونيو الجاري. باختصار، من الذي تذهب إليه التوقعات في الداخل الإيراني؟ أنا أعتقد بأننا الآن نتحدث عن سعيد جليلي كممثل للأصوليين، ونتحدث عن علي لاريجاني هو أصولي معتدل، ونتحدث أيضا عن المرشح من قبل الجبهة الإصلاحية. نعم. الآن اليوم محسن هاشمي رفسنجاني، نعم، نجل الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني
قد تم ترشيحه من قبل حزب كارغوزاران الذي هو يرأس مجلس الشورى فيه. وبالتالي أنا أعتقد هذه شخصيات مهمة، وربما هناك شخصيات جديدة ربما تطرح بالترشيح خلال اليومين القادمين. نعم، شكرا جزيلا لك من طهران، كنت معنا مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صادقيان. شكرا. ضمن خاص الحدث نفتح ملف السلاح المنتشر في لبنان وتهريبه، هذا الموضوع الذي كان عاد إلى الواجهة مع كشف شاحنة أسلحة عن طريق الصدفة كانت قد هربت عبر مرفأ طرابلس. في هذا التقرير الخاص نلتقي تاجر سلاح غير قانوني ونسلط الضوء على سهولة الاستحصال على سلاح في لبنان. فريق الحدث التقى أحد المهربين المطلوبين من الدولة، في هذا التقرير للزميلة غنو يتيم. قبل أيام عاد مرفأ طرابلس إلى واجهة التخوفات الأمنية بعد أعوام من ازدياد الحركة على أرصفته، فهذا المعبر الشرعي شكل بوابة لتهريب أسلحة فردية قادت الصدف إلى كشفها. حادث دق ناقوس الخطر بأن التهريب لا يقتصر على معابر غير شرعية فقط. لولا التلامس الكهربائي الذي أدى إلى احتراق الشاحنة لأكملت طريقها إلى مخيم فلسطيني في جنوب لبنان. 400 مسدس حربي من تركيا أعلن الجيش اللبناني مصادرتها. شاحنة الأسلحة يلي اكتشفت صدفة بالبترون محملة مسدسات منسميها نحن مسدسات خلبية، هي ليست مسدسات عادية، هيدي ما بترمي رصاص حي. هيدي المسدسات إلى عدة وجهة استعمالات، ممكن يستعملوها بالبيوت المواطنين لحماية نفسهم لتخويف لصوص، يعني هذا النوع الرصاص اللي بينحط فيها رصاص فارغ. وجهة الاستعمال الثانية هي للتدريب. فإذن إذا هاي الشحنة رايحة على 100 و100 الأرجح رايحة لإحدى المنظمات للتدريب. نعرف أنه هيدا عمل تجاري بهدفه الأخير يعني، وفي موقوف بهالإطار. نعرف أنه هو شخص ساكن بصيدا وبسور، وفي عنده شريك أو شركاء بشمال بين المخيم الفلسطيني بالبداوي، وبعد اتحاد جاري. هاي الحادثة اكتشفناها، يمكن يكون مارق 100 شاحنة قبل بالسنين الماضية، ويمكن بالنهار زيته في شاحنات أخرى ما اكتشفناها. انتشر هذا الفيديو مؤخرا لمسلح يروع المارة في ضاحية بيروت الجنوبية، فحيازة السلاح وتجارته بين اللبنانيين باتت رائجة. نسقنا للتصوير مع تاجر أسلحة، لكنه وضع شروطا صارمة مع الوسيط، أحدها كان عدم إبداء أي تفصيل يشير إلى مكانه، ولا يمكننا أبدا إبراز هويته. هلا هيدا الأسلحة التركي صح؟ يؤكد هذا التاجر الذي تلاحقه القوى الأمنية أن بيع الأسلحة الفردية تضاعف رغم توقف وزارة الدفاع عن إعطاء التراخيص. لم يعرض أمامنا بضائعه، مؤكدا أن الأسلحة التي دجج نفسه بها هي للاستخدام الشخصي. من وقت اللي هالوضع الاقتصادي انهار صارت الناس خايفة، صار في طلب على السلاح، وبتعرفي عنا الوضع الأمني فلتان، والناس بدها تحمي حالها ومضطرة تاخذ سلاح. الأكثر فردي، الأكثر فردي عم. ما بعرف ليش الناس هاجمة على السلاح، يمكن لأنه خيفاني. طيب شو أكثر نوع عم بيطلبوا العالم؟ تركي. تركي لأنه أرخص سلاح، بفوت تهريب في معابر كتيرة الله رزقنا فيها. لا نحن مثل ما انك شايفة عايشين بالخطر، بس أنا لو في نقدر في فرص عمل ونعيش أنا ما بتجرب السلاح. تشير الأرقام أن أكثر من 1,000,000 قطعة سلاح تنتشر بين اللبنانيين، أغلبها غير مرخص. يمتلك محمد واحدا منها، متحججا بعمله كصيدلاني في زمن تعرض فيه عدد كبير من الصيدليات لاعتداءات مسلحة. منا ظاهرة منيحة ونحن ما منشجعها، بس الموجود العامل اللي عم موجود الأمني بالبلد عم يضطر الناس لتلجأ لأمور حماية نفسها بنفسها. ورغم تخوفات اللبنانيين المبررة، إلا أن السلاح الفردي يبقى نوعا واحدا فقط من الأسلحة غير الشرعية المنتشرة في لبنان.
أول شيء عندك حزب الله والتنظيمات المسلحة يلي عم بتقول إنها هي عم بتقوم إسرائيل. هيدي عندها من المسدس للبندقية للرشاش للأسلحة المتوسطة للهاون للمدفع للصاروخ، يعني هودي كلهم. والدولة اللبنانية على الحكومات المتعاقبة من أكثر من 20 سنة دائما ببياناتها الوزارية بتحط الجيش والشعب والمقاومة. هاي العبارة هاي بالبيان الوزاري عم تعطي غطى شرعي لهالأسلحة، هذا غطى، ولكن دستوريا هالأسلحة ممنوعة. بمجرد وجود هالتنظيمات المسلحة وبمجرد وجود أسلحة داخل منظمة داخل المخيمات الفلسطينية، معناتها هالسلاح عم بفوت ويظهر على لبنان مثل المنخل، أو عن طريق التهريب أو عن طريق الرشوات على المعابر. دور حزب الله ومصلحة حزب الله بأنه عملية انتشار السلاح بمكان معين عنده مصلحة فيها، لأنه بالنتيجة اللي عم نعينيه نحن ببلدنا من سنين طويلة، خاصة بما يتعلق تهريب السلاح والمعابر غير شرعية. لا شك أنه المسؤول من الأساس عن هالمعابر غير شرعية وتفلت الحدود عنده مصلحة أكيد، لأنه كمان بيبرر هو اللي عم يعمله. يدرك اللبنانيون أن وطنهم لن يستقيم إلا باستقامة دور المؤسسات، وهو حلم على ما يبدو بعيد المنال. غنوة يتيم، الحدث، طرابلس. بهذا تنتهي النشرة، شكرا على المتابعة، أعود ألتقيكم بعد ساعة من الآن، وأحمد فارس على رأس الساعة. إلى اللقاء.